هنا واحد من أحياء اسطنبول التي يسكنها عدد كبير من اللاجئين السوريين. رامي وسعد يديران هذا المخبز في حي الفاتح. منذ أيام قليلة صار خبزهما مغمسا بآراء حول إعلان الرئيس التركي عزمه إتاحة عودة طوعية لمليون سوري إلى مناطق آمنة في بلادهم. هلا طبعا لبلده الواحد عرفت كيف، بس اخي وضعنا مو امن، يعني بلادنا يعني مو امن وضعنا، يعني ان كنا نزلنا لهنيك مو امن، ولا الواحد حتى انه تصير له فرصه انه ينزل يكون وضع امن بينزل، اما هيك والله ما بينزل. يعني مناطق امنه ايه نعم في هيك، بس بنفس الوقت في غلاء وفي كمان يعني قطع كهرباء وفي قله مي كمان يعني هنيك، عرفت شلون اخي الكريم؟ ما مو مثل هون، هون مأمننا كل شيء يعني بالنسبة للشغل بالنسبة للحياة كل شيء. وما يغريهما وسواهما من السوريين في تركيا، تحاول الدولة التركية توفير جزء منه في المناطق التي صنفتها آمنة شمالية سوريا. فهذه الوحدات السكنية المقدر عددها بالآلاف وما صاحبها من مشاريع صغيرة، أعلنت الحكومة التركية توفيرها في 13 منطقة تعتبرها آمنة داخل سوريا. التحرك التركي الرسمي على صعيد إغراء السوريين بالعودة طوعية تزامن مع حملة من المعارضة التركية ضد وجود اللاجئين في البلاد بشكل عام. لكن السوريين البالغ عددهم نحو 3,700,000 لاجئ يمثلون الحصة الأكبر. استضفنا لاجئين، إنما للضيافة حدودها، فتركيا أيضا لديها قدرة تحمل. لا شك أن اللاجئين السوريين دعموا اقتصاد البلاد، ولكن بسبب تجاوزات قلة منهم اتخذت المعارضة هذا الأمر ذريعة للتحريض ضدهم، والآن تعمل الحكومة على مشروع إعادتهم طوعية لتهدئة هذا الغضب. التحرك الرسمي تمثل أيضا في تصعيد حملات ضبط مهاجرين يقيمون في تركيا بشكل غير قانوني. أحدث الحملات أسفرت عن توقيف 120 منهم في اسطنبول وحدها في الساعات الأخيرة. وبين مكافحة الوجود غير الشرعي للمهاجرين واللاجئين في تركيا وجهود خدمتهم ورعايتهم بصورة إنسانية وقانونية، تبدو الدولة في مواجهة تحد قد يتصاعد كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية. محمد المشهر، وسكان نيوز عربية، اسطنبول.